بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net، وبرحب بيكم في استفسار جديد، وهو إني إزاي أحط بانر فلاش أو لوجو بالفلاش في البانر الرئيسي في الحتة دي. والله أقول لك الموضوع سهل جدا وليه طريقتين. أول حاجة، المفروض إن أنت عندك أي حتة عايز تحط فيها أي حاجة لازم تكون مديول، لازم تكون مديول. وانا افترض ان دي كانت مديول، هنحط هنا بانر فلاش، ولو عايز تحط هنا اعمل مديول خلاص، وبعدين حط فيه البانر فلاش بالطريقة او بالطريقتين اللي احنا هنقولهم. اول حاجة، اول طريقة، طريقة المديول. هنسطب مديول من تثبيت، بنيجي هنا بنختار المديول بتاعي اللي هو اسمه فلاش موديول. اوكي، ده عندي اصلا، وانا هرفقه لك برضو مع الدرس. دبل كليك، بعدين ارفع كده، تمام كده. هروح على اداره الموديولات، هبص الاقيه نزل لي باي ديفولت على طول في الموديولات، بس طبعا مش متاكتف. باجي هنا بقول له انا عايزه مثلا في اللوجو، وبحدد الفايل نيم على مين، على الروت بتاعي. طبعا هو دلوقتي عمل لك اوتوماتيك كده داخل فولدر الايمجز، فولدر اسمه فلاش، تمام. بتختار طبعا نوع الفلاش، نوع الفايل ان كان فلاش بلاير كام، وبعدين بتقول له ترانسبيرنت ولا عادي. ترانسبيرنت يعني خلفية شفافة، لو هو يعني لو الفلاش عندك او الفايل بتاع الفلاش ده الباك جراوند بيضة مش هتظهر، هيظهر الباك جراوند بتاع البانر العادي. هتقول له بقى اسم الفايل وعرضه وطوله، تمام. طيب تعال نفتح السي بانل. تعالى مثلا نعمل اي فايل فلاش، بس على فكرة لازم يكون بنفس المقاس بالظبط. يعني شوف انت المقاس ده بالظبط كام معاك عندك في السي اس اس مثلا ونعمله. تعال نبص بصة سريعة جدا على السي اس اس. خلينا هنا نتم التفعيل ونيجي على اللوجو اللي هو الاساسي. اوكي، نروح خافينه كده بالشكل ده، وكده نعمل فريش. هتبص تلاقي عندك ملف فلاش بالطريقة دي. طبعا هو واخد مساحة افتراضية. طيب لو جيت على CSS من القالب بتاعي عشان اعرف بس مساحة اللوجو كام، ستايل اللوجو الويدث بتاعه 182 في 160، 182 في 160، كويس. هنروح بقى على المديول، هو ده هيكتب له مساحته بالبكسل 182 بي اكس في 160 بي اكس. ريفرش اهو بالطريقة دي. طبعا المفروض يتظبط بقى، يعني انت ظبطه بال CSS عادي خالص. فهو المهم بينزل لك بشكل عادي جدا بالنسبة للمديول. تعال نجرب على التمبلت التاني، نغير التمبلت ده خالص ونجيب التمبلت الأصلي بتاع الحاجة جملة. ريفرش. هنا في بوزيشن أنا فاكره في الحتة دي. أوكي، تعال نشوف الإدارة. أنا مش فاكر البوزيشن كان إيه بالظبط، بس أعتقد إنه كان، تعال نشوف. طب
ريفرش اهو اهو، اتحط لك كده بالشكل ده. طبعا انت بتشوف العرض بتاعك كام، يعني مثلا 720، 720 في 90 تنفيذ اهو، عادي خالص اتحط لك عادي جدا. انت بس كل اللي عليك بتخش على السي بانل وبتبدأ تحط له جوه الايمجز. طبعا انت شايف هنا الروت هنا رايح فين، ايمجز فلاش، بتخش على الايمجز هتلاقي ما عمليش فولدر اسمه فلاش، خلاص كريت له واحد نيو فولدر فلاش، بس كريت نيو فولدر تمام اسمه فلاش اهو تمام، بتفتحه وبترمي اللي انت عايزه عليه. تعال نعمل واحد كده نرمي عليه اي ملف فلاش، مثلا اي ملف لجي اف اكس اكاديمي، نجيب مثلا بانر، نشوف ده ايه، تعال نجيب بانر ده 200 كيلو ماشي. طبعا انا لازم ابقى عارف هو اسمه ايه بالظبط. هنروح على الروت بعد ما اخلص ريلود وهناخد الاسم ده بالظبط. اوكي طيب ازاي بقى افعل، اروح جاي واخد الاسم ده واروح جاي هنا الفايل نيم واروح حاطه بالشكل ده. طبعا المقاسات مظبوطة نفس مقاس البانر بالظبط. باجي اول ما بعمل تنفيذ باجي بقول اوكي او ريفرش، البانر معايا اهو. طبعا انت حاطط عليه اللينك بتاعك ومفيش مشكلة خالص، البانر شغال زي الفل. طبعا بتظبط بقى المقاسات، المقاس اللي انت عايزه مفيش اي مشكلة. دي كانت اول طريقة. تاني طريقة، هنشيل بقى الميدول ده خالص من عندي، انا مش لاقي الميديول ده مثلا يعني، فمش هعتمد على الميديولات، فبروح جاي شايل خالص اهو. اوكي عملت له عدم تفعيل، باجي على جديد واجي على مخصص HTML، مخصص HTML واقول له مثلا هنا مثلا البانر فلاش. اوكي باجي هنا عدم عرض العنوان، باجي بختار البوزيشن بتاعي او الموديل بتاعي، وباجي هنا بحط السورس كود بتاعي مين في ال HTML. باجي على HTML بحط السورس كود بتاعي. طب السورس كود ده اجيبه منين؟ تعالى بقى افتح لي برنامج دريم ويفر بسرعة كده. فتحت برنامج دريم ويفر، روح جاي عامل كريت اتش تي ام ال، باجي على انسيرت من هنا واقول له الميديا بتاعي حط لي سويف، اقول لك سيف، اقول له ماشي سيف باي اسم وليكن مثلا اندكس اي اسم ده بس عشان يفتح لك الدنيا. هتيجي على برضو نفس البانر واجي بروح مختاره بالشكل ده اقول له كوبي، لا مش مشكلة الكوبي ده، وبعدين اوكي عايز بس اتحط لي بالشكل ده. تعال بقى نشوف السورس كود بتاعي اهو، ده السورس كود، شوف تخيل قد ايه كبير شوية. طيب هناخد كل ده، هناخد كل ده كوبي ونروح على الويب سايت بتاعي ونيجي نفتح ال HTML نروح اعمله بيست. تعال بقى نشوف اسمه ايه. ده هشوف هنا مديني على الروت عامل ازاي، الروت على الجهاز عندي، لا انا مش عايز الجهاز عندي خالص، انا عايز دي لغاية هنا اهو كده لغاية اسم الملف، وروح قايل له الروت بالظبط. هنقول HTTP، اسف HTTP فين ايه دي في
كلاستر. على الايمجز على الفلاش اللي انا لسه كنت مكريته من شويه. ده بالظبط بالظبط الروت بتاعي. خد بالك ان الروت ده هيتكتب مرتين. دي كانت اول مره، المره التانيه، المره التانيه اهي. اوكي ابديت. بتبص تلاقي هنا ايه؟ بص هنا هيظهر لك دي او الرساله دي عشان انت لو ما عندكش الفلاش بلاير. طيب لو انا جبت تنفيذ وجيت هنا قلت له ريفرش، هل هيظهر لي؟ ظهر. جميل جدا، يبقى انا عملت ايه؟ حاجه كويسه قوي. طيب لو ما ظهرش، لو ما ظهرش معاك، طب تعمل ايه لو ما ظهرش معاك؟ يبقى فاضل بس لو انت عملت سيف من دريم ويفر، هتبص تلاقي هو هنا منزل لك فولدر اسمه سكريبتس، فيه ملفين. الفولدر ده اهو، الفولدر ده عايز زي ما هو كده احطه على نفس في جوه الفلاش. يبقى ادي تو اركايف. خد بالك دايما نبقى امتداد زايب عشان انت بتتعامل مع السيرفر ما بيقبلش الا امتداد زايب. وتيجي على الفلاش على نفس الفولدر اللي كنت عامله، وتروح جاي اهو. ريلود، واجي اروح جاي عامل له اكستراكت هير، ريلود. بقى معايا مين؟ الفولدر ده. ممكن ده خلاص امسحه اللي هو الزايب كده، تضمن 100% اللي هو هيشتغل 100% معاك، مفيش مشكلة. ريفرش. ليه انا عملت كده؟ لان هو واخد في السورس كود بتاعه في ال HTML، واخد الباث بتاع الفولدر اللي هو سكريبتس اهو. فضروري قوي الفولدر ده يكون في نفس الروت بتاع الملف الاصلي اللي هو بتاع الفلاش بتاعي. دي كانت الطريقتين بكل بساطة بكل سهولة، من غير لا توعجن كتير. اتمنى نكون وضحت فكرة وضع البانرات فلاش بالطريقتين في اي حتة بقى في الموقع بتاعك. وكان معاكم اخوكم استاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net.